حصلت مع ست البلكونه اللي كانت بتقذف ابنها البلكونه الثانيه عشان يجيب لها المفتاح. طبعا شفتي الحاله دي. في القانون الامريكي لو ده حصل في اي بلد ثانيه او في امريكا على وجه الخصوص ابنها يتاخد منها يتحط في دور رعايه. فرايك ايه في القانون ده لو اتطبق في مصر؟ لا طبعا، يعني المفروض اصلا ما حدش يضرب الاولاد بالطريقه العنيفه دي اللي اضطر القانون ده يتعمل في مصر، بس اكيد لو اتعمل نص المصريين اكيد هيتاخدوا. يعني لا طبعا ما ينفعش يتطبق عندنا الموضوع هنا ده هنا في مصر، ما اعتقدش هيمشي كويس. ما حدش في مصر هيسيب ده مهما يكون بيعمل فيه. لا طبعا العيل ما يعيش غير وسط ابوه وامه، حتى لو بيضربوه. بيضرب ولادك؟ طيب ما بمدش ايدي بصراحه يعني، بس بتعصب. بس ممكن اعلي زور، اعلي الصوت، بس في طريقه عقاب، بس مش مد ايد. مفيش نزول، مفيش رحله، مفيش فلوس. لكن هم بيجوا منهم لنفسهم، احنا اسفين يا بابا، دي بالدنيا كلها. يعني بعرف الطفل مره واثنين وثلاثه ان ده غلط، لكن لو اتمدى فيه لازم ان انا اعاقبه بطريقه غير الضرب. يعني بحاول اشوف طرق غير الضرب، لكن اخر حل طبعا ده الضرب اكيد. لازم ممكن ساعات، يعني ممكن ساعات بتتنرفزه وغصب عنك، ممكن الموضوع يجي ضرب على ايده بتاع، لكن مش اللي هو ضرب ضربي. عقاب مثلا احرمه من مصروفه، اضربه قلم، قلم على وشه بسيط، اخوف اقول له كتفك وتحت المواشي. انما ضرب بالعصايه مثلا ما ينفعش. طب لو عملت كده وحد صورك وقال لي ان احنا ناخد منك ابنك ونوديه على تحت، اضربه بالنار؟ لا ما هو انا مش هعمل ده اصلا، يعني ده انا مش هضرب ولادي طبعا. طب وانت صغير كنت بتضرب بصراحه؟ انا اتخدت علقه ما انساهاش لحد ما اموت. طب ودي حاجه كويسه يعني ان انت تضرب؟ اكيد اتشالت في نفسيتك واتضايقت من الولد. لا 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 لا, لا. اشكره عليها حاليا. انا ما ضربتش بصراحه، الراجل اللي وراكي ده هو ابويا، بس عمره ما ضربني بصراحه. بذمتك ما ضربني؟ والله ما ضربني. ما اكيد طبعا اتضربت يعني، بس يعني مش بالبشاعه اللي انا كنت بشوفها. لا ممكن قليل قوي يعني، مش كتير يعني. اكيد ده اثر على نفسيتك ساعتها يعني. طبعا اكيد بفتكر لحد دلوقتي اكيد يعني اللي حصل ده. يعني الاول دي اتضربت كم مره مثلا؟ كان كتير شويه. اتضربت. شايفه ايه السبب ان هم يضربوهم اصلا؟ يعني قله وعي؟ لا قله وعي، وفي نفس الوقت ضغوط الحياه وعدم صبر منهم على تربيه الاولاد، ففي الاخر بيعمل نتيجه. بس انت ممكن توافقي عليه لو مثلا بنتك المستقبليه راحت اشتكتك ان انت ضربتيها؟ لو بنتي المستقبليه راحت اشتكتني ان انا ضربتها او عملت حاجه فيها كده او اي نوع من انواع الابيوس تهر حقها. بس هو كده كده من الاول خالص دور الرعايه دوت، هو احنا لو شفتي دور اليتامى او دور الرعايه في البلد هي مش ده. طب هو في حاجات بلاوي بتحصل فيها، هو هياخدوا ابنها من حته كان اسم على الاقل اسمها اهله، في نفس الوقت هو هيروح حته اسوا بكتير، هو ما حللناش حاجه.